وفي السويد من حرق القرآن للحشد انتمى، مرجعهم عاشوا النفاق هم وهم نشر البلاء. ففي العراق قد أحرق القرآن عمدا هؤلاء، صبيان إبرهة الصدر لهم غطاء، صبيان إبرهة الصدر لهم غطاء. قد حرقت قرآننا يد الشر، وهدمت مساجد بها الذكر. أباح هو مساجد بها الذكر. قد حرقت قرآننا يد الشر، وهدمت مساجد بها الذكر، وهدمت مساجد بها الذكر. في شهر قد كتب الله به فرض الصيام، نحن به قربة لله نصوم وقيام، لكن زمرة الأشرار في جنح الظلام جاءونا بإفكهم وحرفوا معنى الكلام، جاءونا بإفكهم وحرفوا معنى الكلام. بالإفك قد تقدمت خطى المكر، وشوهت منها جناق والشر، وشوهت منها جناق والشر. قد حرقت قرآننا يد الشر، وهدمت مساجد بها الذكر، وهدمت مساجد بها الذكر. مساجد بالذكر والتهليل كانت عامرة، أشبال شب شباب للدعاء حاضرة. في ليل لهدمها قد سار جيش إبرهة، هدمها وأحرق القرآن حكما جائرة، هدمها وأحرق القرآن حكما جائرا. بفعلهم قد نسبوا لهم فخرا، بالهدم ذا وجوههم هي سرا، بالهدم ذا وجوههم هي سرا. قد حرقت قرآننا الشر، وهدمت مساجد بها الذكر، وهدمت مساجد بها الذكر. أحقاد قد حرقوا القرآن نادوا يا حسين، وهدموا بالجهل كل مسجد للمسلمين. أقزام بالحرق والهدم تراهم قانعين، أفواه قد طعنت بالفحش أم المؤمنين، أفواه قد طعنت بالفحش أم المؤمنين. على طريق المصطفى معا نمضي، وكل من بطعن عرضي رفضي، وكل من بطعن عرضه رفضي. قد حرقت قرآننا يد الشر، وهدمت مساجد بها الذكر، وهدمت مساجد
بهالذكر. بالصوم قد هدموا بيت الإله علينا، بالحرق تبت يد الطاغي وتب ما جنى. شكوانا نرفعها لله فهو حسبنا. يا ربي نشكو إليك كل ما أصابنا، يا ربي نشكو إليك كل ما أصابنا. تبت يد الطاغي وتب ما أغنى، بنار يوم الآخرة غدا يصلى، بنار يوم الآخرة غدا يصلى. قد حرقت قرآننا يد الشرق. قالوا بنا قد ألفوا التكذيب ما ليس بنا، لأننا نحو الهداية والهدى مسيرنا. لا ننثني بالعلم والتوحيد يبقى نهجنا، وإخوة لمنهج الإسلام ذا دفاعنا، وإخوة لمنهج الإسلام ذا دفاعنا. لا ننثني عن دربنا إلى الحشر، ونصرة الإسلام ديننا الفخر، ونصرة الإسلام ديننا الفخر. قد حرقت قرآننا يد الشر، وهدمت مساجد بها الذكر، وهدمت مساجد بها الذكر. وفي السويد من حرق القرآن للحشد انتمى، مرجعهم عاشوا النفاق همهم نشر البلاء. ففي العراق قد أحرق القرآن عمدا هؤلاء، صبيان إبرهة الصدر لهم غطاء، صبيان إبرهة الصدر لهم غطاء. يا زمرة النفاق يا خطى الجهل، وشمة العرفان ناتج القتل، وشمة العرفان ناتج القتل. قد حرقت قرآننا يد الشر، وهدمت مساجد بها الذكر، وهدمت مساجد بها الذكر.